في اليوم الأخير من امتحانات الصفوف المنتهية للدور الأول، تفاجأ طلاب السادس الابتدائي بنوعية الأسئلة، فمنهم من وجدها سهلة للغاية، وهناك قسم آخر لم تلائمه إطلاقاً، اعتبرها صعبة جداً وبمثابة انتقام لا اختبار. لقطات متداولة التقطها مراقب امتحاني وهو أحد الكوادر التدريسية بمدرسة المساعي الابتدائية، يتهم فيها مجموعة طلاب قاموا بتخريب سيارته بعد خروجهم من المدرسة، ظناً منهم بأنه هو من قام بوضع أسئلة الاختبار لهم. أرادوا الانتقام منه على طريقتهم الخاصة، فماذا فعلوا؟ لنشاهد مقطع الفيديو المتداول والذي يرصد ما الذي فعله الطلبة بسيارة الأستاذ. مع السيارة كلها مشغيلة، مدرسة المساعي راقبنا اليوم عشان نشوف شو يسوون بالسيارة. اليوم آخر يوم السبت امتحانات، مدرسة المساعي مع السيارة كلها مشغيلة، مدرسة المساعي راقبنا اليوم عشان نشوف شو يسوون بالسيارة. يعني فعل موجع، لقطات موجعة حقا. الطالب ومن شارك معه بهذا العمل استخدموا القلم أو ربما استخدموا آلة حادة، بدأوا بتشخيط سيارة الأستاذ، سيارة المراقب، ليطفئوا بذلك غضبهم من الأسئلة، على الرغم من أن المعلم لم يكن هو المسؤول مباشرة أو بشكل مباشر عن وضع الأسئلة الوزارية لهم. طبعا تصرف هؤلاء الطلبة أغضب كما هائلا من المدونين في منصات السوشيال ميديا والذين تضامنوا بدورهم مع التدريسي المراقب، وأيضا هناك من كان له وجهة نظر مختلفة. والبداية مع تعليق لرونق. تقول رونق رائد في تعليقها عن هذه الحادثة وهذه الحكاية: مو جهال، مصيبة. شنو ذنب المراقبين إذا كانت الأسئلة بها صعوبة؟ الذنب تتحمل اللجنة التي كتبت الأسئلة. تعليق من لمياء الزهاوي: ما أشجع على هذا النوع من التصرفات حتى وإن كان مشدد أو مشدد بالمراقبة. المفروض نكون ضد أي نوع من أنواع العنف وتوجيه أولادنا الالتزام بالأخلاق الحميدة. سيف يقول في تعليقه: لو مساعدهم كان ما صار هالشي، استلم هسه لو مو بولش بعد ما تروح هالشخوط، بعد ما تروح هاي الشخوط وقيمتها أقل شي هسه نزل منها 50 ورقة. تعليق من وادي: السلام، غلط هالتصرف بس تستاهل، أكيد ضوجتهم وتصيح عليهم والأسئلة احتمال صعبة لهذا أكل المقسوم. أيضا تعليق من أم جنة: خطية، شنو ذنب المراقب؟ صح صعبة بس اللي قرأ زين جاوب، والله ابني يومين ما خليته يتحرك، كسرت ظهري عليه والحمد لله مجاوب. تعليق آخر من نبراس يقول أو تقول في تعليقها، نبراس تقول احتمال، نبراس خميس، احتمال من مراقب على القاعات غاثهم، ضموها الآخر يوم وطلعوا حرقتهم يلا بالمال ويتعوض والحمد لله.